الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خرج العراق من تصنيف الحرية الاقتصادية لعام 2021 الذي تعده مؤسسة الأصول الأمريكية المعنية بقياس مستوى الحرية الاقتصادية في البلدان حول العالم. وأكد التقرير أن العراق من بين 6 دول هي سوريا واليمن وليبيا والصومال لم تحظى بأي ترتيب بما يتعلق بالحرية الاقتصادية العالمية، حيث يزداد الفقر والبطالة مع تبني سياسة أقل تقدماً وشفافية. وأشارت المؤسسة إلى أنها اعتمدت في تصنيفها على 12 عاملاً تتعلق 4 منها بالجوانب الرئيسة للبيئة الاقتصادية، وأخرى تتعلق بدرجة الدولة من بينها سيادة القانون وحجم الحكومة من حيث إنفاقها والعبء الضريبي والصحة المالية، فضلاً عن الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة للتجارة والاستثمار والحرية المالية. أكد النائب عن تحالف الفتح عقيل الرديني أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ثابت ولا يمكن تغييره، وأوضح الرديني عدم وجود أي اتفاق مع الحكومة حتى اللحظة على تحديد سعر صرف مقبول للدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى تضرر شريحة واسعة من الشعب بسبب خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. وبيّن الرديني أن سعر برميل النفط الموازنة حدد ب 45 دولاراً، ويمكن من خلاله تغيير السعر. ستتمكن خزينة الدولة من تعويض المبالغ التي حققها رفع سعر صرف الدولار. كشف نواب في البرلمان عن مقترح تقدم به وزير المالية علي علاوي يقضي بتحويل الفلاحين إلى الرعاية الاجتماعية. وأضاف النواب أن وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي اقترح في أحد الاجتماعات الخاصة بمناقشة تخصيصات وزارة الزراعة بتحويل الفلاحين إلى الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الزراعة يكفيها 200 مليار دينار كرواتب للفلاحين بعد تحويلهم إلى الرعاية الاجتماعية. أعلن وزير الخارجية الكندي مارك جارنو عن تمويل بلاده أكثر من 43 مليون دولار من برنامج عمليات السلام والاستقرار ل11 مشروعاً في العراق وسوريا. وتدعم المشاريع المعلنة إعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتقديم الخدمات الأساسية، كما تساهم في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء السلام المحلية لدعم إعادة اندماج النازحين داخلياً. عاودت أسعار النفط اليوم ارتفاعها لتقلص خسائرها المسائية قبل يوم واحد من اجتماع منظمة أوبك وحلفائها، ويراهن المستثمرون على أن منتجي النفط في اجتماعاتهم سيوافقون على تمديد قيود الإمدادات حتى شهر أيار المقبل، وسط مخاوف بشأن إغلاق الوبائي في أوروبا وتباطؤ إعطاء اللقاحات بالتزامن مع تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل. قالت تقارير إعلامية لبنانية إن بعض السلع بدأت تنفذ من المتاجر اللبنانية في وقت تشهد أسعار المواد الغذائية وغيرها ارتفاعاً خيالياً يؤرق اللبنانيين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأشارت التقارير إلى فقدان المواد الغذائية المدعومة من السوق بالتزامن مع فروقات خيالية بالأسعار بين متجر وآخر، وتراجع أعداد رواد المتاجر بالإجمال إلى أكثر من 80%. وذكرت التقارير أن بعض المتاجر في النبطية جنوب لبنان وقعت ضحية عملية غش عبر توقيعها على أوراق استلام بضائع مدعومة لم تستلمها أصلاً. هذا وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء اللبنانية ما بين 12675 و 12750 ليرة لكل دولار، بعدما كان وصل في الأسابيع الماضية إلى 15000 ليرة. ختام الموجز بأمان الله.